فاصل وهنعمل ايه دلوقتي؟ يوسف بيحب ايه؟ بتحب ايه انت؟ رز. رز. وبتحب ايه كمان؟ لحمه. لحمه. انت بتحب اللحمه دي؟ لحمه. نعمل فته. فته. فاكر الفته اللي كلناها في العيد؟ في العيد. فاكر؟ آه. فاكر. انا دلوقتي هسيب مريم تحكي لكم. اول حاجه هنقول المقادير علشان انا ويوسف نبدا نعمل الفته، وهسيب مريم بقى تحكي لكم احنا بنعمل ايه في الاكل الطبيعي جدا عشان يتحط قدامه طبق زي بالظبط اللي احنا بناكله. طيب. ما يبقاش في فرق، ما يتعودش. احنا فاكره اليوم ده انت قلتي يوسف هياكل فته زينا، يعني بالظبط اليوم ده وقفنا عملنا الاكل وقلت لهم يوسف هياكل فته، يعني هياكل فته، وعملنا منها فعلا نسخه تناسب ان يوسف ياكلها. طيب ايه المقادير بتاعت الفته دي؟ رز. ايوه عند لو عايزه تقريها اقريها من هنا يا مريم. اوكي. اتنين كوبايات رز مسلوقه من غير اي حاجه خالص، من غير اي اضافات، لا دهون ولا توابل. 500 جرام لحمه مفرومه. اللحمه المفرومه دي يستحسن تكون قطعه حمراء خالص، حمراء ونفرمها احنا بمعرفتنا يعني. بصله مفرومه. لا مريم، لو الطفل بدا ياكل لحوم ينفع بدل اللحمه المفرومه يبقى قطع لحمه صغيره؟ اه مفيش مشكله. تمام. 500 ملي عصير برتقال، طبعا طماطم قصدي. دي الفته الجميله تقريبا. عصير طماطم طبعا طبيعيه، مفيش طماطم عصرناها بس. ملعقه صغيره ثوم، ولو الطفل صغير خالص يعطى يعني يستحسن تبقى اقل كمان. خل، ربع كوبايه خل. معلقه كبيره عسل هنا، وزيت نباتي. العسل ده عارفين انا دايما بنحطه على الطماطم سكر علشان نكسر حموضتها، لان برضو ما هو طفل ممكن يجي له حموضه على فكره منها، فاحنا حاطين له عسل عشان تبقى حاجه طبيعيه. وملعقه صغيره كزبره جافه، ومعلقه صغيره كمون، وملح وفلفل. هو عارف الفلفل منين؟ بيقول لي دي فلفل، قلت له لا دي طماطم. فلفل اخضر بقى. تيجي نعمل فته؟ يلا. يوسف بيحب الفته صح؟ يوسف يلا افكرك بس ان دي سخنه، بص مطلعها سخنيه عليا، خلي بالك. بص هنعمل ايه؟ هنحط هنا شويه صغيره خالص زيت. بس كده. بس كده. وعلى الزيت هنحط ايه يا يويو؟ نحط اللحمه والبصله. بصله. بص كده احنا طبعا حاطين حاجه يوسف واقف عليها فانا مش عارفه اقرب منها. بصله. سيما ممكن تديني التناولين الحاجات تساعدك لو تحب. ايه رايك؟ سخنه. تعالي نتكلم كده يا مريم بصفه عامه عن التعديلات اللي ممكن نعملها في الحاجات. احطها كلها؟ حطيها لو مش ممكن مش كلها يعني. حطي الحبه اللي انت عايزاهم. الفكره مثلا انا بعمل اكله فيها قطع لحمه، اخليها للطفل ممكن تستوي بزياده يا مريم. احطها حالا. ممكن نسويها بزياده علشان اللحمه تبقى طريه على بقه. مش كده؟ ماشي. دلوقتي اللحمه احنا بنشوحها، وحط لنا يا مريم عصير الطماطم في الحله الثانيه بعد اذنك. بصوا الصوص نيف نيف، مفيش حاجه بتتشوح، مفيش توم بيتقلى، مفيش اي حاجه من الكلام ده. اللحمه بس عايزين نحط لها ملح وفلفل اسود يا مريم بعد اذنك. اتفضلي. حسن. وبقول لك ايه، انا جايبه شويه خل، فهل الخل مناسب ان احنا نحطه في الصلصه شويه ولا لا؟ ممكن. انا جبته معرفش يعني، قلت اسالك. اهو شويه خل يعني احنا ايه. انا لو هعملها مش هحط ملح على فكره، وهو مش هيحب، مش هيديه. بس انت عارفاني انا بقى ايه، عارفين الـ الـ الحنيه المفسده. ايه ده ياكل الاكل من غير ملح؟ هي مش مقتنعه ان هو مش هيفرق معايا. انا مش مقتنعه ان هو عاجبه يعني، انا مقتنعه ان لازم يبقى فيه خل علشان الاكل يبقى حلو. وانا حطينا شويه خل اهو، فلو لاحظتوا احنا عملنا ايه، احنا مريم مستخدمين نفس المكونات بالظبط، هي لكن مغيرين تكنيك الطبخ. مفيش تقليه. تمام. التكنيك مستخدمين تكنيك. عايز ايه؟ سقنه. لا ما تخافش، تعالى قرب مني. طيب تعالى نلفها كده، تعالى كده بس. مستخدمين اهو، ما فيش حاجه هتيجي عليك ما تخافش. مستخدمين تكنيك مناسب للاطفال، لا عملنا تقليه، لا عملنا طشه، لا استخدمنا لحمه سمينه. اللحمه المفرومه بعيده بعيده بعيده، بس ما فيش حاجه هتيجي علينا. ما فيش حاجه. ما تخافش. بصي مامي واقفه. ما تخافش اهو. بص مريم واقفه فين؟ ما تخافش حياتي. معلش ممكن كمان نخاف على نفسه قوي. ممكن اللحمه دي بدل ما نعملها كده نسلقها كمان. وممكن كمان نستخدم له قطع لحمه صغيره صح؟ مثلا. ما تخافش يا حبيبي ما تخافش. مريم ممكن من فضلك تحطي العسل في الصلصه؟ تمام. انا عايزه بس حاجه احرك بيها الصلصه دي.
انا برضو لقيت ان احنا لو حطينا كمون وكزبره هي حاجات مفيده بتريح المعده ما بتتعبهاش ما دام ما اتقلتش. فممكن نحط رشه من ده ورشه من ده صح؟ اوكي تاذني ما عشان انا ما اعرفش ايه اللي يتعب الكمون بالزيت مفيد للمعده جدا. ايه يا روحي مفيش حاجه تخافش هناكل الرز حالا وشويه كزبره شايفين بالظبط بالظبط نفس المكونات لكن التكنيك هو اللي حولها لنسخه مناسبه للبيبي. تقدروا تحولوا السكر لعسل في اي وصفه احنا بنعمل كده في كل الوصفات. حطي توم حاجه حطي زي ما انت عايزه حطيه بقى على الصلصه يا مريم حطوا حاجه لا تسكر لانه شايفين حته التوم قد ايه حطه على طرف المعلقه حاجه لمعدتهم بيتعب المعده شويه بالنسبه للاطفال بس عشان يقدموا نكهات يعني. مختلفه صح؟ هي محتاجه تتقلب ممكن حاجه تعالي ممكن ممكن تدي دي لمريم ادي دي لمريم خدي يا مريم من يوسف شكرا اتفضلي اتفضلي مؤدب يوسف جميل برافو يا حبيبي. فاحنا كده النهارده اعتقد ان احنا وصلنا لكم الفكره اللي احنا عايزينها. انا عايزه اقول لكم حاجه مريم ليها الحقيقه صفحه جميله جدا على الفيسبوك هي صفحه لا تهدف الى الربح اطلاقا هي الهدف منها العلم او الدعم المعنوي يعني. فممكن تقولي الصفحه دي ايه عشان اللي عايز اي حاجه من اللي احنا بنتكلم فيه ومعلومات اكتر كتير ممكن يدخل عليها. الصفحه اسمها مريم عبد السلام سلاش ذا كير جيفر هي صفحه بتمشي مع الام والاب من يوم ما بيبقى عندهم بيبي يعني يشتروا له ايه ويجيبوا له ايه ويتصرفوا معاه ازاي يعني هي هتبقى يعني هي اكتر تربويه لان ده تخصصي هيبقى برده فيها معلومات عن التغذيه والاكل. هي اسمها مريم عبد السلام ذا كير جيفر سلاش ذا كير جيفر هنزل لكم الصفحه على صفحتي النهارده وهنزلها كمان على الانستجرام عشان اي حد عايز يستفيد عنده اسئله عنده اي تساؤلات يبقى موجود عنده مصدر للمعلومات. وباكد لكم ان المعلومات حتى فيها احيانا حاجات قد تبدو غريبه ما تخافش انت خايف من البخار ليه؟ قد تبدو غريبه شويه بس بالتجربه اقدر اقول لكم ان هي ناجحه معانا جدا. خلاص شيليها مريم من على النار اعتقد انها استوت صح؟ خلاص يا يويو هنعمل الفتة خلاص هنعمل الفتة نعمل فتة يوسف بيحب الفتة؟ الفتة بتحب ايه كمان؟ الفتة بتحب المكرونة صح؟ ممكن نقدمها في حاجة بقى خلاص كده تمام انت ممكن تاخدي يوسف خلصت بسرعة ازاي؟ شفت الموضوع بسيط ازاي والسوى كل ما يكون قليل لحاجات زي صلصة الطماطم ده بيكون اخف على معدة الطفل وكمان افيد لان احنا كل ما بنعرض الاكل لسوى زيادة كل ما بنقلل من قيمته الغذائية. مريم في اي معلومات تانية عايزة تقوليها لنا يعني عبال ما نغرف كده جمعي المعلومات رتبيها اختصريها قولي لنا اي حاجة تانية عايزة تضيفيها. اول حاجة عايزة اوصي للامهات ان هم ما ياخدوش الموضوع بشكل موتر الموضوع الامومة والله بسيط جدا هو على حسب نظرتنا للموضوع مش على حسب يعني هو مش موتر على حسب انا باخد الموقف كل موقف ازاي اي موقف صعب بنمر بيه لو بصينا له ان هو فرصه للتعلم بالنسبه للطفل هنفرح بيه يعني مثلا لما طفل يعمل حاجه انا بالنسبه لي شايفاها غلط لو انا قلت طب كويس دي هو عمل حاجه غلط يلا بقى اعلمه الصح لو بصيت لها بالطريقه البسيطه دي الموضوع هيبقى بالنسبه لي اريح بكتير لو اقتنعنا ان الاطفال مش جايه عشان تسمع كلامنا احنا ممكن نتفق معاهم ونتناقش معاهم عادي ممكن هما اللي يطلعوا صح على فكره مفيش مشكله خالص ساعتها مش هيبقى برضو الموضوع مرهق نفسيا علينا خالص وعايزه اوصي الامهات بحاجه تانية مهمه انا مؤمنه بيها ان احنا ما نعاقبش الولاد ودي حاجه بحب ان انا كل حته اروحها اقولها احنا مش بنعاقب الولاد احنا في فرق ما بين العقاب والعاقبه احنا بنوريهم العاقبه مش العقاب العقاب ان هو احنا ممكن ندخل يا حمدي ممكن تيتا تدخل معانا انا عارفه اني فاجئتك بس ممكن ايه حمدي مش سامعاك مش مشكله مش ده الغرض احنا بس عايزين نجيبها مع يوسف ممكن عشان هو شبطان فيها طيب هو في الختام طيب ماشي
اوكي كملي يا مريم. ف يعني مش عايزين نتبع ثقافه العقاب لان بتطلع جيل بيعمل الصح خوفا من ان هو يتعاقب، مش 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 بيعمل الصح عشان هو مقتنع ان هو صح ومؤمن كده وبيعمله عن اقتناع. فاقرب فرصه هتبقى مامي مش باصه هيعمل اللي هو عايزه. فارجوكم ما تعاقبوش الولاد، وريهم العاقبه. يعني مثلا هو يعني اديني مثال حاجه مثلا الاطفال بتعملها واحنا ما نعاقبهمش. زي مثلا لما حاجه بيعملوها وما بنعاقبهمش، زي مثلا لما بيبقى عنيف مع حد فينا، ممكن احيانا يخبط إيده حد يعني؟ يستخدم ايده، ما حدش فينا بيعاقبه، ما حدش فينا بيزعق له، بس احنا بنعبر له بالكلام كمان ان ده مضايقنا. يعني بقول له انت قصدك تطبطب عليا، بديله البديل. مع الوقت هتلاقيه دايما بيطبطب عليا طالما انا ما قلتلوش ايه ده انت طربتني وكبرت له الموضوع. انا كبرت قوي الموضوع في دماغه بقى، دي حاجه بتدي مامي رد فعل كده لطيف، فانا هعملها كتير بقى. مثلا طفل ما بياكلش كويس مش لازم اعاقبه، لو ما اكلتش مش هتتفرج على التلفزيون. طب ايه علاقه التلفزيون بالاكل دلوقتي؟ لا لو ما اكلتش هتجوع على فكره عادي، يعني كمان شويه هو هيرجع يقول لك انا عايز اكل هيجوع. طب ما هيجعش بالظبط، فهي عاقبت انه ما اكلش انه جاع بالظبط. فهو ده الفرق بين العقاب والعاقبه. مفيش مسميات، مش بنحط عليهم ليبلز لو تساعديني بالعربي. يعني مش بنديهم، مش بنعلم عليهم بالاخر انت نوتي وانت شقي. لو قعدنا نقول للشقي انت شقي انت شقي انت شقي هيبقى شقي. فدايما بنقول لهم زي ما قلت لكم حاجات ايجابيه. اخر حاجه عايزه اقولها لبابا، بابا هو يعني الاكتر واحد بيأثر على يوسف تربويا. يعني انا ممكن اقعد اقول حاجه 50 مره بابا يقولها مره بس تلزق كده. فعايزه اقول له ربنا يخليك لينا وليوسف وتفرح بيه ان شاء الله يا رب، ويديك طول العمر وتجوزه كمان. عايزه اقول حاجه كمان، انا بقى كشخص بره، يعني مش هعتبر نفسي بره الدايره، بس انا مش مامته برضه، فمش اللي بعمل له كل حاجه. انا بلاحظ قوي ان احنا لما ما بننتقدش تصرفه، يعني زي ما قلت مثلا لما هو ياخد مثلا موبايلي وانا مش عايزاه ياخد موبايل، لان احنا ممنوع عندنا تماما انه يتعامل مع الموبايل. فلو هو اصر انه ياخد موبايلي وانا عبرت له ان دي حاجه مضايقاني، انا بلاحظ في وشه كده، معرفش انا بقى اللي شايفاه ده صح ولا عشان انا بحبه، بحس بنظره تانيب ضمير، كانه ضميره او هو متضايق من نفسه انه ضايقني، من غير ما زعق ومن غير ما اتخانق ومن غير ما اعاقب ومن غير اي حاجه في الدنيا. عايز اقول لك حاجه كمان مهمه، احنا مش مطلوب ان احنا نحسسهم ان هم متضايقين من نفسهم كمان. هو بنفسه بيحس دايما كده. لازم نفكرهم ان الحب ده unconditional، يعني ايه بالعربي؟ يعني غير مشروط، الحب يعني غير حاجة مشروط. اسمها مش عشان هو عمل كذا فانا حبيتك اكتر. يعني مفيش حاجة اسمها انا بحبك حتى لو انت بتعمل حاجة غلط. لو مفيش حاجة اسمها لو عملت كذا هزعل منك، انا ما بزعلش منك خالص، انا بزعل من التصرف. يعني لو مسكت موبايلي رزعته على الارض انا ما زعلتش من يوسف، انا زعلت من التصرف اللي يوسف عمله، ما بحبش حد يرمي موبايلي. لكن يوسف حبه واحساسي من ناحيته ما فيش حاجه مهما عملها هتغير ده، ولازم يبقوا هم عارفين كده كويس ان هم مقبولين في كل حالاتهم. ما فيش حاجه اسمها مامي مش هتحبك لو عملت وهتحبك لو عملت، مامي بتحبني في كل حالاتي. بس هو ده كل اللي انا عايزه اقوله. اتمنى ان حلقتنا النهارده تكون فادتكم. يعني يوسف انا مش عارفه، هو يوسف اهو جه مع تيتا، هو شبطان فيكي من الصبح. يوسف ده حبيبي. كل سنه وانت طيبه يا ماما. وانتوا طيبين وبصحه وكل امهات الدنيا. كل سنه وانت طيبه يا حبيبي. خليكي لينا ماما. تيتا ويخلي لكم بابا كده يا رب. عايزه اقول كلمه يعني لاولادي، ربنا يحفظهم ويبارك لي فيهم، هم كل حاجه في حياتنا، هم البهجه اللي في البيت، هم السعاده، هم الراحه النفسيه. وعايزه اقول لمريم بالذات، لو ما بتعملش اي حاجه في الدنيا غير اهتمامها بيوسف وبتربيته وبانها تطلعه انسان سليم نفسيا، ده ربنا هيجازيها عليه كل خير ويبارك لها فيه ويجعله ذريه صالحه كده يا رب، وسند ليها العمر كله. امين يا رب. يا رب. هو الحقيقه وهو اجمل حاجه في البيت هو كله، هو سبب عندنا السعاده الرئيسي والحاجه الوحيده اللي لو كل البيت مزاجه مقلوب وراجع من الشغل تعبان ومرهق وعيان يدخل ف
في ثانية كلنا بنتغير وبنتحول 180 درجة. ربنا يخليه لنا. حبيب جده هو كمان يعني جده اهتماماته دي علاقة رهيبة غير عادية. وعايزة أقول له برضو للرسالة مهمة جدا، الجدود ما بيبوظوش حاجة، الجدود ما مش بيبوظوا، ملتزمين والله بكل حاجة. اه بقى طالما هيقعد عند جده ساعتين يبقى هيبوظوا لي كل الرولز. لا الجدود وجودهم مهم أساسي جداً. وبجد يوسف اتعلم حاجات أنا لو كنت قعدت سنين بحاول أعلمها له مش هقدر أعلمها. كفايه طولة بابا معايا يعني، يعني نص الكلام اللي هو بيتكلمه بابا هو اللي معلمه له عشان بيقعد يحكي له حكايات. فحاجه بسيطه جدا او بياخدوا معاك جيم صح جده وحشك. فهم لا بيبوظوا ولا بيدلعوا ولا اي حاجه، هم بيدلعوا بس يعني دلع لطيف. طبعا انا حمدي قاعد يعاند معايا ويقول لي في الايربيس لا ما ينفعش ماما تدخل علشان يدخلها لي مفاجاه. ربنا يخليكي حمدي كلك ذوق والله يا حبيبي. مش قادره اقول لكم الحلقه دي انا مبسوطه بيها ازاي، وانا كنت متعمده ان هي تكون كده. اه بيعمل باي لجده، متعمده ان هي تعمل عشوائيه. كل سنه وكل الامهات بخير وبالف صحه وسلامه. يا رب تكونوا اتبسطتوا معانا النهارده، كنا عايزين نطلع لكم كده جو عائلي بكل يعني ايه حواراته وحركاته. فيا رب نكون وصلنا لكم ده. اتبسطنا جدا معاكم النهارده ونشوفكم على خير باذن الله الاسبوع الجاي. مع السلامه. يلا قول.